من يراك في هذا الزي تعيشين في بيت شرقي وتنتظرين عودة زوجك من الصحراء، لن يدرك أبداً أنك الليدي جين ديغبي التي كانت زوجة الدوق أليمبرا وزير العدل سابقاً وحاكم الهند في وقت لاحق. لن يدرك أنك سليلة الأسر النبيلة التي عاشت في القصور الفارهة وكانت حديث الناس أينما حلت، وصديقة كبار الأدباء والفنانين أمثال هوغو، غوتيه، شوبان، ألفريد وموسي. لن يصدق أن كاتباً كبيراً مثل بلزاك جعلك بطلة إحدى رواياته. ما عرفت كل هذا عني؟ أنت حديث الصحف المفضل سيدتي منذ زمن بعيد، وأنت جئت بدافع الفضول لتعين هذه المرأة الغريبة عن كثب. وكانت المفاجأة أنك تعرفين عني أكثر مما أعرف عنك. هكذا إذن. ثم إنه ليس الفضول الذي قادني إليك، وإنما التشابه. تشابه؟ نعم، كلانا ينزع إلى العصيان والتمرد على التقاليد والرفض لثوابت المجتمع، كلانا ينزع إلى الانعطاق، كلانا يعشق الشرق سيدتي. ولكن هناك فرق. ما هو؟ ستعرفه يوما ما. اليوم سأكتب إلى زوجتي إيزابيل، لن تصدق أني قابلتك. هلا هيك المرسح يا عمتي؟ اسكت انت، شو بفهمك بعدك صغير. اسمعوا يا أولاد، خلونا نشوف شو بدهم يعملوا. ما كانوا يبدو؟ طولوا بالكم حبيبي، طولوا بالكم، الشغلة مو هيك، الشغلة بدها تحضير، ما بتنخطف الكباية من راس الماعون دغري. يلا يا خلدون. شايفة حبيبتي، شايفة تقفر عيوني، إن شاء الله ما بتبلى هالقامة، قال يعني حامل سيف. هي عدة الشغل، بتتذكري قديش حكيت لك عنها بزماني؟ بتذكر تقبرني، بس هي أول مرة بدي أشوف سيرة عنترة شخصي، داري لك الحكي من مثل الشوف. وسوف ترين آساد العرينا، وسوف ترين مسعود بلقا على الصحراء من رمحي طعينا. ألا يا ابنة مالك قري وسودي وطيبي وافرحي وامشي الهوينا، ولا تخشي ولا تخشي، فإن حماك ليث يميت الموت قبل الدارعين. طيب يا عنتر. إن شاء الله بتقبلوا قلبي شو لابقين لبعض، مو هيك مرت عمي؟ شش سمعينا. عيون الآغا تشوف الشوفة. يا أمير قلبي المؤبدة، وعد لي بالمجد مكللا والسؤددة، سأسكب في فراقك الدمع الهتون وأصون نفسي فلا تهون. خلصوا. لعمرك، لعمرك إن الفخر والمجد والعلا ونيل الأماني والعلا والمراتب، كمن يلتقي أبطالها وسراتها بقلب صبور عند وقع المضارب؟ ومن لا يروي رمحه، ومن لا يروي رمحه من دم العدا إذا اشتبكت سمر القنا بالقواضب، ويعطي القنا الخطية، ويعطي القنا الخطية، ويعطي القنا الخطية في الحرب حقه، ويعطي القنا الخطية في الحرب حقه، ويبري بحد السيف عرض المناكب، يعيش كما عاش الذليل بغصة، وإن مات، وإن مات، وإن مات لم تندب عليه النوادب. وهي ناعمة وعذبت كبدي
في النار أخدوني. أإلى الآن وأنت في ضلالك يا عمارة؟ أين وأبيك يا ابنة مالك؟ إلى الآن وأنا في الغرام وحليف الصبابة والهيام. ومن تعني بشعرك يا غلام؟ أو تجهلين يا صاحبة المضاء؟ من التي سلبت قلبي وهدمتني رشادي؟ أما هي عملة الدلال وربة الجمال؟ هكذا يعني من رشاد؟ من يؤتمن على الأطفال والنساء والأولاد؟ فاذهب لا بارك الله فيك ولا أوصل إحسانه إليك. لقد أخذتني وما وقرتني. آه فلا كان الغرام، كيف يذل الكرام؟ حسرتي عليكي. ريتشارد بيرتون، القنصل الجديد أيها الأمير. مرحبا. جميل أن نلتقي نحن الثلاثة في منف واحد. شرف كبير لي أن ألتقي بك أيها الأمير. وأنا أيضا سعيد جدا بلقائك. الشيخ محمود الحمزاوي مفتي الشام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أظن أن الشيخ مجول لم يعد بعد. للأسف لا، لقد اضطر للبقاء بين عشيرته بسبب بعض المناوشات بين العشائر، وسير ريتشارد فقد الصبر ولم يعد يطيق الانتظار للقائك. أنا أرحب بكل من يدخل بيتي، تفضلوا. شجاعتك ومواقفك النبيلة هي التي قادتني للقائك أيها الأمير. الحمد لله أن كان ذكرنا حسنا. لقد قلت للشيخة إنك تجيد العربية والهندية والفارسية. في الواقع نعم. تبارك الله. أما العربية فإنني أفهم سبب إتقانك لها بحكم عملك في الجزيرة العربية قبل حلولك هنا بدمشق. وأما الهندية فالهند مستعمرة إنجليزية وأنت كنت ضابطا في جيش الإمبراطورية، ولكن تبقى الفارسية. أما الفارسية فلقد تعلمتها بدافع من شغفي وانبهاري برباعيات الخيام. وكيف سمعت برباعيات الخيام؟ منذ بضع سنوات تقريبا تم العثور في باريس وعن طريق الصدفة على مخطوط نادر مصنوع من حرير التوت الأبيض الخالص ورباعيات الخيام بين طياته. يا للمصادفة. وقد قام بترجمته شاعر من بني جلدتي يدعى فيتس جيرارد، ما حفزني على السفر إلى نيسابور وسمرقند متتبعا أثر هذا الشاعر العظيم الذي أنجز تحفة فنية لن تتكرر. ووجدت أننا احتجنا إلى 8 قرون قبل أن نكتشف هذه الدرة الثمينة. ومن أجل هذا تعلمت الفارسية؟ ومن أجل أن أتوغل أكثر في كنه المعنى
وللتواصل المطلق مع حالة الوجد التي تنهض بها الكلمات. ألم تقرأها أيها الأمير؟ لا يوجد نص لها مترجم إلى العربية، ولكني اطلعت على ترجمة لكتاب عم الخيام في الجبر عندما كنت في الأمواز. الخيام علامة عبقري واسع الاطلاع، وله كتب في علم الفلك والفلسفة والكيمياء، وقد نهل الكثير من علوم أبي علي بن سينا. لقد اطلعت على هذه الكتب وأنا معجب بها، لكني هذه الأيام أوجه اهتمامي إلى شيء آخر، فأنا عاكف على قراءة كتاب غاية في الإمتاع والتشويق. حقا؟ ما هو؟ ألف ليلة وليلة. وما سر اهتمامك بكتاب مثل ألف ليلة وليلة؟ إنه مليء بالحكاية الشرقية الغريبة والمثيرة، لدي رغبة جامحة لأن أنقله إلى الإنجليزية. أعتقد أنني قرأت شيئاً من بعض هذه الحكايات منذ سنوات، إنها فعلاً مسلية. ما قرأته يا سيدتي هو مجرد نسخة منقحة كتبت على الطريقة الإنجليزية المنمقة كي تليق بالمجتمع الفيكتوري المنشى، أما أنا سأنقلها كما هي. أيضاً هناك كتاب غاية في الإمتاع يدعى نزهة الخاطر في الروض العاطر، وهو أيضاً ضمن الكتب التي أود ترجمتها. من أجل هذا تعلمت العربية سير ريتشارد؟ عفواً أيها الأمير، لم أفهم. أنا أستغرب سير ريتشارد اختيارك لمثل هذه الكتب. المكتبة العربية مليئة بالمخطوطات القيمة من فلسفة وشعر وفقه. ولكن أيها الأمير، ألف ليلة وليلة كتاب في غاية الجمال والروعة. لأنك تعتقد أنه يحكي عن الشرق، ذلك الشرق الغامض المليء بالحكاية والأسرار، والذي تعتقد أنت أنك من سيحل طلاسمه. صحيح أننا نعيش في مرحلة انعدم فيها العلماء والشعراء منذ أن زحفت جحافل المغول وأتت على كتب عظيمة إما حرقا أو رميا في الأنهار، ولكننا لم نتحول إلى حكاية من تلك الحكايات الشرقية على حد تعبيرك، وأخشى ما أخشاه أن يرانا الغرب يرانا شرقا من ألف ليلة وليلة. لكنها كتبت في الشرق أيها الأمير، ومن حق الآخرين قراءتها كما هي دون تنقيح. رسالة مستعجلة من مصر سمو الأمير. خيرا يا أمير. رسالة من صديقي فرديناند توليسيبس يخبرني فيها بإتمام حفر قناة السويس، مضمونها كذلك دعوة من الإمبراطور أوجيني بحضور حفل افتتاح قناة السويس. إنها دعوة رائعة يا أمير. لقد تحقق الحلم أخيرا. هذا يعني أن مشروع سكة حديد وادي الفرات سيذهب أدراج الرياح، والفرنسيون سيأكلونها وحدهم. هنيئا. ولكن أيها الأمير، يجب أن لا ننسى أن تحقيق هذا الحلم كلف المصريين التضحية بمئة وثلاثين ألف إنسان. وهي 254. صحيح. تمام. بتقله للضمان إذا إجا بكرة إنه هذا الأسبوع أخذنا كفايتنا، ما بقى ينزلنا شي لحتى نعطيه خبر. ها أنت بتأمر يا زين الرجال. الله يخلي لي إياك أبو أحمد. لك خلدون؟ أمر يا أبي. تعرف ما حبيت لك يا هاي شغلة إنك تشخص دور عمارة. وليش يا أبي؟ شو ما كنت أنا منيح للرواية؟ انبلت أنا، مو هون الشاهد. يعني أنا بكره سيرة عمارة من وقت ما كنت أسمعها من أبو محمود الحكواتي، وكان فكري
انه دور عنتر بيلبق لك اكثر. ايه بجوز يا ابي، بس المشخص لازم يتقن كل دور بيقوم فيه. ما اختلفنا يا ابني، ما اختلفنا، بس انت بهالروايه اللي عم تحضروها بدك تعمل دور عنتر شيء. بلا مستحى منك يا ابي، بجوز اعمل دور عبلة. يلا. ايه ومعلومك ما في بنت تعمل الدور، وكل مره بتوقع القرعه على واحد يعمل دور قوت قلوب ولا عفيفه ولا عبلة. بقى بس وهرة. ايه شو بدنا نساوي؟ على كل حال الشيخ الاباني عم يقول انه هو هالمره متفق مع وحده من بيروت بتعرف تشخص لحتى تيجي تعمل دور عبلة. هالدرسانه فتحيه تقول صار لها 20 سنه بتسمع الحكايه من ابو محمود الحكواتي، طالعه عبلة عن حقه حقيق. صحيح يا ابي، امتى بدك تفاتح عمي بامره؟ معك حق يا ابني، انا الاوان لنفرح فيكم بقى. خلص بهاليومين ان شاء الله بنفاتح عمك بالموضوع. ادخلي يا ابني من الخير. تذكري يا أدم الخير أول ما برك المرحوم. الله يرحم ترابه يا ستي، الآغا ما بيتعوض، راح من بين إيدينا بشربة مي، لا نفعه حكيم ولا نفعه دواء. والشي اللي بيحرق القلب أكتر يا ستي إنه ارتحم وما عرفنا سبب عيلته. المرحوم راح وأخذ سره معه. المهم يا أدم الخير، أنا كان إلي غرض من تذكيرك. شو هو يا ستي؟ تتذكري وقتها شو وعدتك يا ادم الخير؟ ذكريني ستي، العمر له حقه. وعدتك لو الاغا صح وتعافى اني رح اعدك لوجه الله تعالى. بلى يا ستي. الله يرحمك يا اغا. وانا لساتني عند وعدي، لاني بعرف انه هالشي بيريح الاغا. مشان هيك من بكرة بتحضري حالك مشان ننزل لعند القاضي لحتى وفي زمتي. يعني استغنيتي عني يا ستي؟ ما عاد بدك ياني؟ استغفر الله العظيم. يعلم الله قديشك غالي علي يا أدم الخير. نحن بيناتنا عشرة عمر. بتهون عليك عشرة العمر يا ستي؟ عشرة العمر ما بتهون إلا على ولاد الحرام. أنا مالي غنى عنكم يا ستي، وحتى لو عتقتيني شو راح استفيد؟ وين بدي روح؟ أنا مقطوعة من شجرة ومالي حدا غيركم، أنتوا أهلي وناسي وكل شيء إلي في هالدنيا. بس أنا ما راح خليكي تنضامي يا أدم الخير. أنا محوشت لك هالقرشين لهيك وقت مشان تكوني حرة نفسي. أنا ما بدي شي منك يا ستي، كل اللي بتمناه إني كمل يلي باقي لي من عمري بيناتكم. أنت بنت حلال يا أدم الخير، بنت حلال. هذا التلي مخبيت لك يا اليوم كتابي. خبيتي لي يا إنت، عم تستغبريني، بيطير العقل. انت ما لبستي ولا مرة؟ ولا مرة. وهذا الكمر فضة بس ما عاد يلف على خصري، صار بدق خصر مياس مثل خصري. سلم ايديك يا عمتي. بتعرفي هلا عايشة بدها يطق اعلى من القهر. ايه بس تكبر كمان هي مخبيت لها حصتها. ليش بقى؟ إلا معزة عندك مثل معزتي؟ انتي إلك حصة زيادة. قلعلي. لكن تعي تعي عمتي تعي، أنا مهلك فتحي. تعي عمتي عادي لقلك. أيوة ركزي لي قعدتك، جدلي لي شعري مثل أيام زمان. لك انتي ما بدك تكبري بقى حتى تبطلي تجدلي لي شعري؟ لا والله مالي كبراني. طيب شو بدك تعملي وقد بين كتب كتابك؟ بجي لعندك بالسرقة.
يب والله لاجي لعندك بالسرعة. عمتي من حقك، انت ليش ما تجوزتي لهلا؟ انا؟ ايه انت حلوة وظريفة وبنت آغا، يعني مو ناقصك شيء. نصيب يا فتحية. يلا اجت من حظي. ليش بقى؟ لانه لو تجوزتي كان اجاكي اولاد، وكانت بابوشتي نزلت من على الرف. لك انت ما في حدا بغلاوتك ابدا. دخي لعينك يا عمتي. بتعرفي انا لولاكي كنت هلا يتيمه، ما كان حدا قدر يعوضني عن امي. عمتي انت امي، والله العظيم امي. طيب ما بدنا ننزل على سوق الدراع والمدهون العمرانيين؟ بل ايه. طيب يلا لك حاكم، ما في اصعب من فتلة السوق معك، ما بيعجبك شيء، يا ما اخذتيني وجايبتيني على الفاضي. شو اعمل اذا ما بيجي على اعلي الا اوعيكي، شو اعمل؟ خلي لي اياكي يا عمتي. ما رأيك عزيزتي إيزابيل؟ أليس بيتاً رائعاً؟ أخشى أنني أحلم يا عزيزي. هل أنا فعلاً في دمشق وسوف أذهب إلى الصحراء على ظهر جمل وأعيش بين القبائل ويكون لي خيام وخيول وأسلحة؟ لا عزيزتي، أنت لا تحلمين أبداً، بل أنت الآن تحققين حلمك. أجل، إنه حلم الطفولة. تعرف يا تشارد، سأدون كل شيء، لن أدع أي تفصيل يفوتني دون أن أسجله، لن نضيع هذه الفرصة. حسناً حسناً عزيزتي، ولكن قبل كل شيء نحن مدعوان على العشاء في منزل الليدي جين ديغ. سأدون هذا أيضاً. سيدي. نعم. الحمالون انتهوا من نقل الأغراض يا سعادة القوس. هنين، أعطيهم أجرهم واصرفهم. حاضر سيدي. هنين، لا تنسى أن تعطيهم البخشيش. طبعا لن انسى البخشيش. احسن، لقد لفظتها بشكل جيد، اليس كذلك؟ البخشيش. سير ريتشارد حدثني عنك كثيرا ليدي إيزابيل.
معذرة يا عزيزتي، وأنا أيضا سمعت عنك الكثير، لكنك في الواقع أجمل وأصغر مما تخيلت، ومن ينظر إليك يخال أنك في العشرينات من عمرك. ومن يظن غير ذلك فهو مخطئ يا عزيزتي. مخطئ فعلا. الشيخ يجيد الإنجليزية. أستطيع أن أفهم بعض الكلمات. هذا بالإضافة إلى الفرنسية والتركية. حقا، كل هذه اللغات. القليل من هنا والقليل من هناك. ميجويل لا يحب التحدث عن نفسه كثيرا، فهو لا يجد في إتقان اللغات ذلك الأمر الذي يدعو للتفاخر. فشيوخ العرب تفاخر بأمجادها المغلة في العراقة والتقاليد الرفيعة والمكانة المعتبرة بين القبائل. إيزابيل ترغب برحلة إلى تدمر والعيش بين القبائل. نعم، تماماً كالرحلة التي قمت بها ليدي جين منذ أن وطئت قدماك أرض سوريا. وهي تطمع في أن يكون الشيخ ميجويل دليلها في هذه الرحلة. أنا لا أود أن أرفض طلب أحد عادة، ولكنني في هذه المرة مضطر للاعتذار، لأن الأوضاع بين القبائل ليست على ما يرام، وأنا لا أنصح بالسفر إلى هناك في مثل هذه الظروف، بل أنصح بالتريث إلى أن تستقر الأمور. وأسفة؟ لا داعي للأسف عزيزتي، لديك المتسع من الوقت، فنحن لن نغادر سوريا قبل سنوات. أتمنى لكما طيب الإقامة هنا. اطمئني إيزابيل، فالوقت في دمشق لا يضيع هدرا، لديك الكثير من الأعمال للقيام بها. ومن قال لك أنني أريد أن أضيع لحظة واحدة بدون عمل؟ فأنا لم أقطع البحار للاسترخاء فقط على ضفاف نهر بردة، فلدي مخططات كثيرة. إيزابيل لديها شغف بتدوين كل ما يحدث معها وكل ما يقع تحت عينيها. هكذا تفعل الرحالة عادة. لذلك سيكون بيننا جلسات طويلة، فأنا لدي الكثير من الأسئلة التي أود طرحها عليك، خاصة فيما يتعلق بالحريم. شو هاد؟ شرف يا مدحت، هدول حصتك من وارد الخان. صحيح هدول ما بيليقوا بمقام الباشوية، بس هدول حلال زلال من مال الآغا الله يرحمه. بقى انت الشغلة ماشي معك يا مراد؟ الحمد لله، ربك ساترة. 550 عصمرلية، وإذا شي يوم حبيت تزورنا بهالخان تعمل لك نظرة على الدفاتر ما بيضير. لا حلك مراد، بقول الحكي هاد انت مأمن، بس بتعرف عم فكر نبيع الخان وبقية المالكانات اللي دشرها أبوك، يعني وكل واحد ياخد حصته ويتصرف فيها اللي بيواتيه. شو العبرة؟ ما عاد يليق بالباشا يجي وارد من مال الحبوباتية؟ الله يسامحك يا أخي، على كل من إيدك بركة، بس أنا كان فكري لقينا شغلة أحسن من هيك. الدنيا عم تتغير يا أخي، وإنت قاعد على حالك مو دريان باللي صاير حواليك. أنا مبسوط هيك. لك حتى الآغا الله يرحمه كان أشطر منك، مرقت عليه أيام كانت كلمته ما تصير اثنين عند الوالي. سيدي الله عوضنا عن الآغا بباشا سيتواصل لعند السلطان ذات نفسه. أك مراد، خلينا نحكي بالجد، شو رأيك أني أدمك لمجلس الولاية؟ الشغلة ما بتحتاج مني غير كلمتين لجنابه، وأنت يعني مو ناقصك لا العلم ولا المفهومية لتستلم أعلى المراتب. يا سيدي كتر ألف خيرك، أنت بتعرف منيح أني أنا مالي صالح بنوب لا بلبق ولا بمرتبة عن جنابه. غلطان يا أخي غلطان، وبرجع بقلك أنه أنت غلطان كتير بحق نفسك. لك والله يا أخي لما الناس بتسألني عنك حسون عم يجيبوا معدلي. معلش طول بالك يا باشا، إذا أنا ما بعرف طاطي للعصملي ورضيت أني دشر الأفندية واشتغلت تاجر حبوب على قد حالي، هذا مو معناته بنوب. يا ريت أهلين وسهلين مراد أفندي. الله يبارك بعمرك يا مرتخي. ايه اخي مدحت، الحقيقة انا جاي فاتحك بموضوع
وانت بعدتنا كثير عن هالموضوع. انا جاي احكي معك وفاتحك بامر اولادي. تكرم عينك يا مراد، اولادك هن اولادي. الله يخليك، هذا العشم، يعني مهما كان نحن منضل اخوات، والدم ما بصير مي. يا سيدي اللي بدك اياه بصير، قل لي بدك تعين ابنك بشي شغله ميري؟ لا يا اخي، خلدون الله يرضى عليه عم بيعاوني بالخان، وماسك الدفاتر يلي بزمانك انت اسستها. ايوه، لكن شو المطلوب؟ خلدون يا مدحت رايد بنتك فتحيه، وانا بالعشم لاني مربيهم هن الاثنين املتهم بالخير، وجيت فاتحك بالموضوع. هلا خلدون افندي صار خرج جواز وبده بنتي فتحيه؟ اي نعم سيدي. والله بيطلع له مشخصاتي. شو كان بده منك مراد افندي؟ ما بده شيء. يعني قصدي شو سبب هالزيارة اللي طلعت هيك من نص الدنيا؟ أكيد في سبب، مو هيك تاج راسي؟ ما في شيء، بس كان يعني مراد جايب لي ورد خال الحبوب. بس يعني مو كل مرة أنت بتمرق على الخان براس السنة وبتاخد الورد؟ شمعنا هالمرة بالذات طلعت المصريات قبل بوقت وجايبون وجاي لعنا بجلالة قدره؟ دور لا تزيدي على قلبي، قلتلك ما في شيء. علي بدك تخبي ابن عمي؟ على بدور يلي كل عمرها بيت سرارك؟ مراد اجا طلب ايد فتحية لابنه خلدون. فتحية؟ خلدون؟ اي نعم. لما كنت قلك انه طمعان فيك وبده ياكلك ويستوكلك كنت تقلي هذا اخي، ما بصير تحكي عليه هيك. مراد مو طمعان بشي، بس انا ما بعطي بنتي. اسم الله على مقامك، من وين لوين؟ شو جاب بنت الباشا لابن الحبوباتي؟ تعرف ابن عمي؟ أنا منوضرتلها لفتحية على جوازه بتطير العقل. باشا ابن باشا جخ ورخ. ما بيكفي تاركنا طول هالعمر ومو سائل فينا؟ هلا تذكر إنه نحن بناته؟ هلا صار بده يتحكم فينا ويجوزنا على كيفه؟ يا حبيبتي يا حبيبتي تسلمي لي حاجة تبكي، وحيات عينك ما رح يصير إلا اللي بدك إياه. لا يا عمتي لا، صحيح هو مو سائل فينا بس هذا أبي وتعطوا واجبة علي. لا يا فتحية، أوعك تغلطي غلطتي، إلا إذا بدك تقضي بقية عمرك وحدانية مثلي. لا يا حبيبتي، أنا ما بتمنى أبدا تعيشي عيشتي. أصحك يا فتحية أصحك. انت عم تحكي هالحكي يا عمتي؟ اي انا عم بحكي هالحكي. اذا بدك خلدون تجوزيه. بس يا عمتي هذا ما بيصير. يا حبيبتي انت ما عم تعملي شيء غلط، ستك رضيانه وعمك رضيان وانا كمان رضيانه. وابي؟ ابوكي وابي لا بيهمهم لا انا ولا انت. عمتي جدي صار له 100 سنين وايام، ليش هلا عم تجيبي سيرته؟ جدك قبل ما يموت دفني بالحياة، أبوكي ما فرقت معه، وهلأ كمان أنت ما رح تفرقي معه، كل همه يرضي حاله ويرضي مرته. فتحية تجوزيه لخلدون، تجوزيه. لك طول بالك يا ابني، هذا عمك كل عمره هيك، هي اجت الساعة هلا اللي بده يستد فيها مني. انت بتريد هالطاووس شي يستحكمنا؟ بتريد يحكي علينا كلام شروي غروي؟ انك مشخصاتي وشقف التاجر حبوب، بتريد؟ قال شو؟ قال مالنا قد المقام.
والله إني فاكه لهاللئيم من 100 قتلة وقتلة. نسي الباشا ابن الباشا إنه عم يحكي مع أخوه وابن أمه وأبوه. ألا بيكون موضب له لبنته شي جوازة من هالبشاوات الكرانيب اللي حواليه. طول بالك يا ابني طول بالك. الدنيا هيك اسمي ونصيب. أرجو لجلالة الملكة عيداً سعيداً سير ريتشارد. شكراً سعادة القنصل لتلبيتك الدعوة رغم الظرف العصيب الذي تمر فيه فرنسا الآن. لم تكن حرباً متكافئة مع بروسيا، جعلنا فيها بسمارك يحقق كل ما كان يحلم به. جان عزيزتي، بعد كل هذه السنين التي عشتها في دمشق وبعد معاشرتك للنساء وأسلوب حياتهن، ألم ينتبكي نفس الإحساس الذي انتابني؟ أي إحساس إيزابيل؟ أنا الوحيدة منهن كسولة محدودة التفكير، لا شيء يشغل بالها إلا تدبير المكائد لزوجها حتى لا يتزوج من امرأة سواها. وهل هناك امرأة في العالم تسمح لأخرى سواها أن تأخذ زوجها منها؟ طبعا لا، ولكن يبقى هناك اختلاف في الأسلوب والطريقة، فالمرأة المتعلمة والمثقفة تختلف كليا عن المرأة الجاهلة، أليس كذلك جين؟ أنا معك في الرأي بأن هناك اختلاف في الطريقة، ولكن كل الطرق تؤدي إلى روما يا عزيزتي. صحيح، بالرغم من أن النساء هنا حرمنا من التعليم، لكنهن لم يحرمنا من الفتنة وخفة الظل وكرم الضيافة. كما أن تمسكهن بالتقاليد لم يمنعهن من التأثر بكل ما هو جديد. ولماذا إذن لم أشعر بما تقولين جين؟ لأنك تنظرين من خلف الجدران يا إيزابيل، أما أنا فقد عشت نصف عمري تقريبا بينهن ورأيتهن من الداخل يا عزيزتي. أخشى أنك بدأت تفكرين مثلهم جين. لا أحد يفكر كالآخر. التقاليد والتربية والقوانين هي التي تقود المرأة في سلوكه وحياته وحتى في أحلامه، ألست معي في ذلك يا إيزابيل؟ منو أنت؟ خلدون؟ إيه، المشخصاتي بذات نفسه. أنا جاي أقول لك جوز كلام يا باشا. إذا ما بعدت عن طريقي رح ورجيك رواية إلى أول ما إلى آخر، فهمان؟ أنا مدعوة مع جين إلى عرس دمشقي. حقا؟ أن تأتي الصداقات متأخرة لتسدل الستارة عما مضى أفضل من أن لا تأتي أبدا. ما أشد حصافتك. سقطت الإمبراطورية وخسرنا الألزاس وتوج اليوم الأول إمبراطوراً على ألمانيا.